وان السلام عليكم. قبل ترى نزلت إشاعة وعلى التواصل الاجتماعي بأنه رواتب رفع اللغت. الله وكيل، لا لغت ولا هاي. أقل رفحاوي وسجين سياسي يستلم 3.25، وهاي نماذج هاي 3 ملايين إلا مع العلمك وصل لأخو يا يعني، لأن هو جاز ما يطلع إلا 3 إلا 3000. قبل فترة إجاني سجين سياسي والله العظيم 6.25 استلم، 6.25. أدري شنو لكم، ماكو الله، ماكو شنو المصيبة هاي. أدري إذا هو راح الرفع حرر القدس مثلا تعطيه 3.25. المشكلة مو بس رب الأسرة، كل الأفراد يعني أكو واحد موادي 92 94 95 يسمون رفحة. شنو هاي؟ شنو الخريطة هذا؟ من وراء من؟ من وراء الشيخ الهنداوي. الله لا يوفقكم أنتم وحزب الدعوة، الله لا يوفقكم. شوفوا شعب العراق، شوفوا شوف الخريطي. أنا أبو مكتب ذكية بغداد الجديدة حبيبي، باعوا فضلوا. الله لا يوفق، الله لا يوفق. تاك صاحبك الرفحاوي والسجين السياسي قل أشوف الهنداوي السوال. هوب، ناس ما عندها 1000 دينار وناس تكرب وهي قاعدة عندها له. مع العلم الرفحاوي تعيينه مركزي، يعني هم الدولة تعطي راتب وهم تعيينه وهم تعطي قطعة، مؤسسة الشهداء ووزارة الهجرة والمهاجرين هم تعطي قطعة. أدري نازلين من السماء يا رحمة الدين كيف؟